بالنسبه لنا مفاجئه، ما كناش كنتهضروا على سيما في اول لقاء كنا كنمنيو النفس بطروا بوان اللي خلينا نشتغلوا في اريحيه اكثر، تعطينا واحد السوتيان اكثر. مي الحمد لله قدر الله ومشاء فعل، اليوم ما درناش شي مباراه كبيره باش نستاهلوا الفوز، مي غاش عطينا درس كبير بالنسبه لنا، غنستافدوا من بزاف د الحوايج ان شاء الله يدفعنا في المقابل المقبل. يحيى، كتشوف ان اللاعبين باقي ما خرجوش من ديك الهزيمه ديال النهائي ديال السوبر ليغ؟ ما كنظنش صراحه بلي الهزيمه ديال النهائيه اللي دارتنا هادشي اليوم كثر ما نفوسنا، ما قدمناش داكشي اللي كنطلب منا اليوم. كيف قلت لك يعني الحمد لله اللي جا في هذا الوقت هذا، يعني في اول لقاء مازال عندنا الوقت في الدارك والموقف، نتمنى ان شاء الله نكونوا خرجنا بشي درس كبير في هذه المقابله هذه باش نحيوا الامل ديالنا ان شاء الله في مقابله مزيان. بالفعل يعني اليوم نسدو الصفحه ديال دوري ابطال، نفتحوا صفحه اخرى ديال البطوله، مباراه ديال 3 بوان خصنا نداركوا فيها الموقف، ما عندناش مسموح لنا بالغلط مره اخرى، فدونك نتهضروا ان شاء الله يوم الثلاثاء نرياجيو احسن ان شاء الله، نكونوا احسن باش نتصالحوا مع نفوسنا ونتصالحوا مع جماهيرنا.